هذا السائل يقول: إذا ذهبت إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه، فهل لي أن أقول إن فلانا من الناس يسلم عليك يا رسول الله؟ ما أعرف إن هذا وارد، ما أعرف لهذا أصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وحاجة إلى اللي يرغب هذا يصلي ويسلم عليه في مكانه، في أي مكان، ويبلغه ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، ما هو حاجة توصيله. نعم.